مرحبا، شو رح تحمل حلقة اليوم من أحداث وتطورات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الجواب رح نتعرف عليه من بعد ثواني قليلة، من بعد ما نبدأ ونعمل أول لوج إن على تويتر. وانطلاقة حلقة اليوم رح تكون من ميدان الرياضة، وأغلبنا لاحظ بالفترة الأخيرة أعمال العنف والشغب اللي عم بتصير من الجماهير خلال المباريات. وعلى المغرب حتوجه لحتى احكي عن اعمال الشغب يلي صارت مؤخرا كمان وضمن الملعب، ولكن المؤسف يلي صار وبهالفيديو يلي انتشر بشكل كبير بملعب مولاي عبد الله بالرباط، وخاصه بالمباراه يلي جمعت بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي، وتسببت بخسائر ماديه كبيره واصابه عدد من الشرطه والقوات المساعده بجروح ما بين الخفيفه للخطيره، وكمان تسببت بتكسير عدد كبير من السيارات. فقامت السلطات بشكل مباشر بإيقاف 160 شخص من بيناتهم 90 شخص قاصر، فمنعوهم من دخول الملاعب خلال المبارتين الجايين، وتم فرض غرامات مالية على الفريقين. هالخبر يلي عمل تريند كتير كبير وأثار جدل واسع بالساعات القليلة الماضية، لأنه هي التصرفات عم تتكرر بشكل كبير بالفترة الأخيرة. يعني عن جد من المؤسف انه نشوف هيك مظاهر شغب ومناظر سواء بالملاعب المحليه العربيه والعالميه، وبالوقت يلي اللاعبين والجمهور لازم يتحلوا بالروح الرياضيه ويكونوا شوي فليكسبل. ثاني اخبار جوله اليوم وحنعمل فيه لوج ان على فيسبوك. الكوارث الطبيعية يلي حتكون عنوان خبري الثاني هي كانت ترند بالساعات القليلة الماضية على كافة منصات التواصل الاجتماعي، والخبر يلي شكل صدمة كبيرة عند المتابعين بشكل عام والشعب الياباني بشكل خاص، وهو الزلزال القوي يلي أصاب طوكيو وضرب شمال شرق اليابان وأدى لانقطاع الكهرباء عن مليونين منزل، ودفع للتحذير من حدوث موجات مد عاتية واللي اسمها تسونامي بأجزاء من الساحل، ووصلت قوة الزلزال ل 7.3 درجة وضرب المنطقة نفسها يلي تسبب فيها زلزال كبير بكارثة فوكوشيما النووية قبل 11 عام. الحالة الإنسانية هي يلي كانت محط جدل كتار من رواد السوشيال ميديا، وبحسب التقارير أدى هالزلزال لمقتل شخصين وسقوط عدد كبير من الجرحى، وتحذيرات بتقول أنه ممكن يصير هزات ارتدادية بالعديد من المناطق المجاورة، وخيم الظلام على أجزاء كبيرة من العاصمة طوكيو لساعة أو أكثر لأنه الكهرباء عندهم انضربت. آخر أخبار جولتنا وحنعمل فيه لوج إن على إنستغرام. وختام جولة اليوم رح نروح فيها مباشرة على إسبانيا، وعند مقطع فيديو انتشر بشكل كبير وكتار قالوا عنه أنه مهضوم وعفوي وداعم كمان. فتفاجأت صبية إسبانية بالكم الكبير من أصدقائها يلي إجوا لحتى يدعموها من بعد ما أعلنت عن افتتاح مخبزها الخاص ببرشلونة، وطلبت الدعم من قرايبينا ورفقاتها يلي شكلوا مثل ما عم نشوف طابور كتير طويل لحتى يدعموها. هالصبية ما توقعت أبدا أنه تكون كل هالأعداد الكبيرة بانتظارها، ووصولها للمحل عملها مفاجأة يلي افتتحته، ووصلوا هدول الشباب والصبايا لحتى يساندوها بشراء الخبز يلي عم بتقدمه، وهالشي من باب الدعم لصديقتهم فقط لا أكثر. يعني عن جد ما في أحلى من الصداقة الحقيقية يلي بتترجم بالأفعال والمواقف، مو بس بتكون بالحكي. فيا ترى لسه في هيك أصدقاء بحياتنا؟ ممكن وما بيخلى الأمر.
هاي كانت حلقتي لليوم، وهدول كانوا أخباري وجردتنا على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لليوم. خلصت، بشوفكن الأسبوع القادم إذا الله راد بجردة جديدة وأخبار جداد، ومن هلأ لوقتها تضلكم بألف خير. باي باي.